الموقع هسبريس هي لكل صور هسبريس كما كتشوفوا هذا النهار كنخلدوا كمجتمع مدني الذكرى 91 لذكرى انوال المجيده بنشاط خدمنا ليه حتى كلجنه لجنه تنظيميه حاولنا نخلدوها بالصيغه فرضت علينا الواقع فرض علينا واحد الاحتفال ولا تخليد بواحد الشكل ربما كي تندرج تنظيم الحراك الواقع هذه هي مكانيه خرجنا من القاعات العموميه اخترنا واحد النشاط يكون بشكل جماعي دينا بافطار جماعي كما تابعتوا معنا في نفس الوقت عندنا شريط على عبد الكريم الخطابي عنوان المجيده مشاركات فنيه قراءات شعريه ومساهمات فنيه كما كتبعوا لنا المجتمع المدني بالناظور ينجي بالسياسه الممنهجه من طرف لا الدول اللي ضربات الريف بالغازات السامه ولا الدول المغربيه اللي تماطلات على هذا الملف وكنحملوا المسؤوليه على جميع الجهات المتورطه في هذه الجريمه الانسانيه. كي لا ننسى كي لا ننسى نقول ان يجب علينا ان نطالب باعاده كتابه التاريخ باش نعطيو لهذا الانسان هذا عبد الكريم الطبي اللي كيستحقه واللي قدم لهذا البلاد هذه وتحيه نضالي. الاختيار ديالنا لهذا الموقع هذا وهذه المنطقه بالضبط هذه النقطه اللي كتندرج ما بين الحدود الوهميه ديال اسبانيا والحدود المغربيه كنقولوا انه هذه النقطه هذه ما جات شيء اعتباطيا ولكن اختيار ديالنا باش نحملوا المسؤوليه ونسمعوا الصوت ديالنا للجهات كما قلت الجهات ديال اسبانيا اللي تورطت في الغازات السامه ولا فرنسا ولا بريطانيا وحتى السلطات المغربيه اللي قلت انه الا بغات تماطل على هذا الملف وكنحملوا المسؤوليه من جديد وغنلقاو هذا الشيء في البيان الختامي لهذا النشاط هذا.